هذه طبعة ثالثة، عندنا 87 مشارك من شركات وطنية، أغلبها شركات وطنية. كاين بالطبع شركات أجنبية اللي كانوا حابين يجوا لأنه ظروف صحية ما نس، إنما هناك فروع لشركات أجنبية الناشطة في الجزائر. وصالون الشيء الجديد فيه هو مشاركة الشركات العمومية بقوة، يعني أول مرة بالنسبة للصالون احنا ننظموه. كاين أكثر من 50% من عدد المشاركين هم شركات عمومية.